بصراحة هذه الاتفاقية كان لابد منها ولو أنها أتت متأخرة، لكنها تمثل قفزة نوعية ومنهاج عمل استراتيجي لتطوير البنى التحتية في العراق ولعودة العراق إلى مصافي، يعني لا نقول الدول المتقدمة، ولكن إلى مصافي الدول الطبيعية بإمكانيات العراق الذاتية من ناحية الطاقة، البترول، الغاز، لتحسين هذه القطاعات. الشركات الفرنسية شركات عطشة، خصوصا بعد التحول الكبير الذي جرى في ميدان الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. لذلك اليوم يجب على العراق الاستفادة وترجمة هذه الاتفاقية إلى منهاج عمل مرئي، يعني لا نريد اتفاقية نسمع ونقرأ عنها لكننا لا نراها. هذه الاتفاقية لو استثمرت بالشكل الصحيح وطبقت على أرض الواقع ستغير الكثير من حياة العراقيين نحو الأفضل. 20 عام على التغيير السياسي الكبير في العراق، ولكن لم نشاهد ما نطمح إليه كعراقيين، كواقع، كمجتمع، على جميع المجالات: الصحة، التعليم، البيئة، الكهرباء، التجارة، الصناعة، الزراعة. لذلك أعتقد أن هذه الاتفاقية إذا كتب لها النجاح واستثمرت بالشكل الصحيح في بيئة آمنة، من الممكن أن تصل إلى نتائج جيدة سيراها المواطن العراقي. وعلى فكرة هذه فرصة كبيرة أمام رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني لإثبات منهاجه الحكومي، وهي مع الأسف نقول هذا الكلام هي الفرصة الأخيرة أيضا للقيام بما يجب أن تقوم به كل حكومة. الحكومات السابقة لم تفعل شيئا أزاء الوضع المأساوي للشعب العراقي وكانت سببا في هذا الخراب. لذلك نعم، أنا أرى أن هذه الاتفاقية وخصوصا تضمين منهاج مكافحة الفساد في هذه الاتفاقية يعطي لهذه الاتفاقية مشروعية وأحقية في التنفيذ.